الله لك اختار روح قدسه
ملاكي وساكن في أحشاكي يا عذراء طوباكي في كل أجيال. إن الغير محسود هو الرب القدوس منك يتائزون ونظرته الأبصار موسى رأى وسام والنار في توها أصان وترها ما ضرته نار وعلم ما قد رأى العالم وبقى مريم هي تسمى عوسا وله أزهار والنار هي يسوع الرب القدوس معطينا الناموس مكتوب في الأحجار أشعياء قد قيل عن هذا التأويل تلت عمانوئيل الملك الجبار حزقيال رباب فيه رب الأرباب ختم الباب منهام عال المقدار عال عال هو قدرك أن يسوع ابنك هو المولود منك ما فك الأبطار أيضا دانيال تنبأ إذكار رائد كرسي عال عال المقدار رائد فوق إذكار شبه ابن الإنسان وهو له السلطان على كل الأبطار هو رب القوات ويحوله طغمات إله مع ربوات بعظمة ووقار يا مريم فقدي قدس الشاروبي أيضا السرافيم مرتبة الأبرار أدى منك المخلود الرب المعبود يمتح فيك داود بالعشرات أوطان الوتر الأول قولا مبكر إن العطرة تحبال بالملك الجبار الوتر الثاني داود فرحاني ويرتل بالألحان مضر بالقيثار التالت يا ابناء أنت مؤتمنة بالنور مشتملة بالذهب المختار الوتر الرابع اصغي يا سامع ده قولا شائع في كل الأخطار
اسخبا حمامة هي تظهر بالذهب الأصفر على منكبيها صار السادس قال فيه قولا ما أخفيه لكني أتليه وأظهر جهار السماء قد خار يا جبل الله العار متجسد بأمثال بعد فيه قار الوتر التامين انظر يا من ياما ولا متطمئن ما داود البار اتسع قال عنها طهر مسكنها وهارون قال عنها ما فك الأفكار الوتر العشير الله القادر في صيون ظاهر مسكن الأبرار ما يوجد أصلا مثلك يا عذراء فكيت الأسرى عن آدم عار يا ست الأبكار يا فخر الإيمان عبدك في الحضار غارق في الأوزار عالك هو قدرك لا تنسي عبدك قصدك من ولدك توبة واستغفار عذرات شفاة في الحضار وهي عنا تنفى ضربات الأشرار قوم انهض يا مسكين لا تعطي تهوين قل آمين آمين تشفع في الحاضرين ودى القاتل مسكين مادح هذا الحين مالي يوم الدين سوى زين الأبناء قاتل مسكين مادح هذا الحين مالي يوم من